بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدة معالي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، السيدة معالي وزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية، السيدات والسادة معالي الوزراء، السادة السفراء وأعضاء السكل الدبلوماسي، السيدات والسادة الحرفيون، السيدات والسادة أسرة الإعلام، السادة الضيوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتفل الجزائر باليوم الوطني للحرفي المصادف للتاسع نوفمبر من كل سنة، وتأتي الاحتفالية هذه السنة في إطار مميز وعزيز على الشعب الجزائري، ألا وهو الاحتفال بالذكرى الستين لاندلاع ثورة فاتح نوفمبر الماجدة، وتنظيم الطبعة التاسعة عشر للصالون الصناعة التقليدية الذي حظي برعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. يكرس هذا اليوم حصرياً للحرفيين الجزائريين اعترافاً لمجهوداتهم التي يبذلونها من أجل تطوير والحفاظ على الإرث الوطني. معالي الوزراء، سيداتي وسادتي الحضور، عملت اللجنة الوطنية لجوائز الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية منذ أكثر من 6 أشهر بكل إحكام وجدية، تطبيقاً للنظام الداخلي للمسابقة الوطنية قسط انتقاء أحسن منتوج لمكافأة مجهودات الحرفيين الذين أنجزوا تحفاً فنية تتميز بالأصالة الابتكار والإبداع. وتهدف هذه العملية إلى تشجيع وتحفيز الحرفيين في مجال الإبداع والابتكار، ترقية المنتوج التقليدي وخلق مناصب شغل، خلق المواهب في مجال الصناعات التقليدية والفنية، ضرورة التنسيق مع الحرفيين والمصممين في مجال المنتوجات الإبداعية، تطوير واقتناء المعارف المتعلقة بميولات وأذواق المستهلكين، الامتياز فيما يخص جودة المنتوجات الحرفية خاصة الموجهة للتصدير. كما نشير بالذكر إلى ميلاد مرجع هام لقطاع الصناعة التقليدية، وهو ميثاق الجائزة الوطنية التقليدية والفنية الذي يسعى لإعطاء أحسن لتأطير أحسن الجائزة الوطنية. تعتبر هذه العملية محطة هامة لتسجيل قواعد وأسس يرتكز عليها هذا القطاع الحساس باعتباره رمزاً للهوية، وهي انطلاقة أولى لفتح أفاق تنمية وتطوير مختلف مجالات التي يعتمد عليها قطاع الصناعة التقليدية الجزائري بصفة عامة والحرف المنتج بصفة خاصة. إن تحقيق هذه التنمية كان حتماً بفضل الرعاية التي أولتها الدولة الجزائرية والإمكانيات التي وضعتها تحت تصرف قطاعنا. معالي الوزراء، سيداتي، سادتي الحضور، نشكر لكم مشاركة قطاع الصناعة التقليدية والحرفيين فرحتهم بعيدهم، فلكم منا جزيل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.